بتاعك الماتش الاولاني قد ايه الكره كانت فيها تناغم وكان فيه جماعيه في الاداء، واستطاع النادي الاهلي انه ياخد السمه دي الحقيقه في الراوند الثاني كله، ويأكد من ساعه ماتش طلائع الجيش لغايه النهارده الكره الجماعيه اللي بتقدر تعمل له حاله التفوق، وان شاء الله يتوج باذن الله. ان شاء الله ده طبعا امامنا على الشاشه وصول فريقنا فريق النادي الاهلي لملعب استاد بتروسبورت، ملعب اللقاء اليوم. كابتن ربيع، يعني صعوبه اللقاء النهارده، يعني جماهير منتظره بشكل كبير ان شاء الله في خلال الايام او في خلال شهر، يعني طبعا احنا عندنا مباراه منانا ثم استكمل الدوري الممتاز، يعني في الفتره القريبه ان الاهلي يتوج باللقاء، مش يعني عارف مش منتظرين اي مفاجات. فالنهارده واحنا بنتكلم امام فريق قوي، انت يعني منتظر انك تفوز، ما منتظر انك تحرز الثلاث نقاط، لكن دايما يقول لك طب ما هو الاهلي ايه الجديد، ما هو بيفوز. ولكن النهارده كابتن عبد العال من خلال الكلام او تصريحاته اللي هو اتكلم فيها والعلاج النفسي اللي هو بيتكلم فيه لعيبته، واضح ان هو بيخطط شيء ما للنادي الاهلي النهارده. انا قايل لك الدوري اتحسن من ايه؟ ايوه يا يعني احنا مش عايزين حاجه يا تعكر محمد. تعكر يا عكر ايه؟ مفيش تعكير وكل شيء وارد ابدا طبعا، هم بشر والتوفيق واحده من التوفيق ده موجود يا محمد. انتوا لعيبه كوره عارفين ممكن ما يبقاش في حالته، وبعدين يعني ده يعني لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني طبعا لا وكل الشكر والتقدير.